وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز لحج للإعلام عبد الله الخليدي. أهلا وسهلا بك. في البداية، هل لديكم تفاصيل حول التحشيد في مديرية طور الباحة، وهل تتوقعون أن تتصاعد الأحداث أكثر؟ أسعد الله مساءكم ومساء الأخوة المشاهدين. والله فيما يخص الأحداث في طور الباحة، أعتقد أن الأحداث سوف تذهب إلى التصعيد، خاصة أن الانتقال يعتبر أن طور الباحة امتداد لسيطرته، والأهم من ذلك أن خط طور الباحة يعتبر شريان مهم للانتقال ومصدر من مصادر التمويل، كون الخط هذا يمر فيه المواطنين القادمين من محافظة سايف. نعم. إضافة لذلك، يعتبر الخط هذا ممر للمهربين والتهريب في ما القادم من ساحل ذباب ومن منطقة رأس العارة. أي ممنوعات تأتي عن طريق البحر من ذباب ورأس العارة تبر بين هذا الخط، وهذا الخط يعتبر مصدر من مصادر التمويل الانتقالي. لذلك الانتقالي من المستبعد انه يسلم مديرية امن طور الباحه للشرعيه. صحيح ان محافظ لحج التركي، اللواء التركي، هو محسوب على طور على الصبيحه، على قبل الصبيحه، لكن دوره ضعيف في احتواء مثل هذه القرارات. والاهم من ذلك، الشيء الملفت، ان الانتقالي قام بتكليف شخص من نفس القبيله العطيره، من نفس القبيله التي اصدر وزير الداخليه قرار بتكليف شخص. نعم. وهنا يهدف الانتقال الى اولا قبل كل شيء الى ايقاع الصدام بين ابناء القبائل. اضافه الى ذلك، الشيء الثاني ان الانتقال يسعى بكل قوه الى اظهار قبائل الصبيحه بانهم متقطعين ومهربين الى اخره، والكل يعلم الجرائم التي حدثت فيها طور الباحه من الشهيد السنباني. نعم. وبعدها الطبيب. هناك اخبار تتحدث عن وساطه قبليه لانهاء هذا التصعيد، هل احرزت تقدما حتى الان برايك؟ والله الوساطه قام بها الشيخ حمد شكري وبعض المشايخ، ولكن هم اعتقد ان الوساطه مدعومه من السلطه المحليه، لان بحكم ان الانتقالي مسيطر على الارض، مسيطر على المعسكرات القريبه من طور الباحه، فستفشل الوساطه، لانه الانتقالي كما اسلفت انه يعتبر طور الباحه هذه امتداد له، فاذا سلم الانتقالي طور الباحه يعتبر ان الانتقالي انتهى اخر اوراقه بطور الباحه، وهذا مستبعد ان يسلم الانتقالي مديريه طور الباحه للسلطات الشرعيه، هذا مستبعد في الوقت الراحل. شكرا جزيلا. اضافه الوساطه مصيرها الفشل. نعم. هذا المتوقع. مدير مركز لحج للإعلام. كنت معنا عبر الهاتف، الأستاذ عبد الله الخليدي، شكرا جزيلا لك.